<تصفيق> مرحب مرحب <تصفيق> who's there ان شاء الله الامور تسير تمام Hi, to, ahlan wa sahlan. Ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan bik. Hayat. Because you are the first, so I will say hi, hi, hi. يا مرحب اهلا اهلا طيب اليوم درسنا ان شاء الله لذيذ وسهل امس كانت كلها كلمات عباره عن كلمات ونزلت اللي ما لحق امس نزلت اليوتيوب نزلت اليوتيوب نزلت حلقه امس على اليوتيوب هاي ميمي اهلا وسهلا آه على اليوتيوب يصير اللي بيراجع الكلمات يسمعهم مره ثانيه ويلاحظ كل المشكله انه بس الكومنتس هي اللي مش ما مش موجوده على ال الكومنتس اللي مش موجوده على اللاي على اليوتيوب لكن الباي كله تمام صوتي واضح معاكم <applause> صوتي واضح I need to hear it from you Thank you Mimi طيب تمام بس خليني اكتب هذا اجهز نفسي قبل ما يجي بدل ما نضيع الوقت حيكون درسنا اليوم ويل و going to جميل جميل ان شاء الله انه واضح شكرا من يا منور بنت ابوها اهلين كويس الله يسعدكم يا رب هلا نايس ميتينج تيشر اجين ثانك يو بدري اهلين وسهلين يا مرحبا نايس ميتينج يو تو جايز حلو اتوقع انه أه... قد مرت عليكم هي كقاعدة راح نأخذها إن شاء الله اليوم بإذن الله وهذه بمشورة الأخت نسرين الله يسعدها إن شاء الله إن شاء الله تكون معنا قريبة هالو everybody thank يو سينا no. أهلا وسهلا وسهلا تمام كنت مستخدم ول well. متى نستخدم going to وليش أصلا نستخدمهم فراح نتكلم عنهم بشكل جميل وبسيط مبسط جدا جدا جدا, جداً. و بس وإذا في أي سؤال إن شاء الله راح هاي هاي فدوة أهلين وسهلين يا مرحبا. فيوتشر جرامر يس فيوتشر جرامر يس 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 بمعنى سوف يس yes, بنت بوها طبعا أحب هالو هالو هاي ذير 004 أمريكا البث يوميا من 8 صحيح من 8 ل 9 ما عدا الخميس من 9 ل 11 لانه قراءة ونبي ناخر الوقت شوية لانه صرت لما نبث من 8 ل 10 او من 8 ل 9 يصير الوضع نايم الاغلب كان منتهي دوام يوم خميس او خلينا نقول بيجهز لي لسهرة يوم الخميس عشان الجمعة ينام ويستمتع فقلنا نقدم الوقت كذا كذا سهرانين من 9 ل 11 نبي شرح له انت ابشر اني يس اوكي في اني وفي يت اتوقع تشبه بعض اوكي نو بروبلم هاي عيوش اهلين ويلكم ويلكم طيب تقدر تقول لي اني ايش معناها اصلا امول أم ممكن تقول لي اني ايش معناها في في ظنك او كيف نقولها بالعربي عشان اعرف اني انت اصلا لما قلتي اني معناها ممكن مرت عليك او شيء زي كذا فهذا ضروري ام فان حمزه الحمد لله رب العالمين هاي موج اهلين از ذس فيوتشر tense رايت يا يور رايت So we'll be having well and going too. on. Tamam? May Allah for reward you. Allahumma Allah Allah for reward. May Allah reward you. That's enough. 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 Badri. You can't say May Allah reward you. Means so for no need for it. Okay. For next time, inshallah. Why not? I'm just. I'm. i If If you would accept. When I fix, please. Any and some. Okay. ma problem, i am Any and some. I worked any time. Good. Mm-hmm. tamam Do you have any cook? Do you have uh, any cook in the fridge? Moon, I miss you all. We miss you too Ayushi. Yesterday you were not here, but it's fine, no problem. Today you're here. Alhamdulillah. Welcome, welcome. Welcome all of you guys. Bye. Anything, yes? That's good. Any man, nephew was sual. Do you have any left? بقى أي شيء عندك؟ هم hmm. تكلم عن شيء تمام and use for negative sentence and questions yep so you said it in English and he said it in Arabic that one I don't know who, who he was but yes تمام كويس انتوا تعطوني الاقتراحات اني تمام اني وصم تمام هذه في بالي وراح نشوف استخداماتها ان شاء الله ممكن ناخذ درس بكره لو حابين اذا خلصنا من الجوجل والويل وناخذ درس بكره يعني ما يمنع عشان <applause> ما نلخبط انفسنا وبما اني انا جاهز قبل ما اجهز كمان زي الشيت والشغلات للايش؟ لهذيك عشان نقدر ايش؟ نحطها مع بعض يعني اجهز لكم الشيت والدرس كامل وندرسه بشكل كامل بدل ما يصير ايش؟ كذا الدنيا على ما قالوا بعثرة يعني. Some use for affirmative sentence. تمام. ليتس جو طيب بالمختصر او بال بالبسيط البسيط مره الويل دائما تستخدم لاشياء او حوادث او تنبؤات او بريدكشن مو لايكلي 100% راح تصير بمعنى انه قدامك احداث وارقام انت قاعد تتكلم عنها تقول مثلا I will go to work tomorrow خلاص بكره عمل انت لازم تروح انتهى الموضوع فهمت علي؟ او فهمت علي سوري؟ القرارات ممكن نقول برضو اي ويل ماري يو انت خلاص سالتك سالتك مثلا ويل يو ماري مي يس اي ويل ماري يو مثلا هذه جمله حلو؟ عندك قدامك مثلا الطقس وال الاجواء مثلا عندك قدامك تقول لك انه والله حسب ال... الأرصدة والأرقام والشغلات اللي هم حاطين في بالهم بكرة راح تمطر، it will rain tomorrow تمام؟ إيش كمان ممكن نقول I will؟ طبعا هذه كلها راح ناخذ عليها طبعا في أنا مجهز هنا زي ال، زي ورك شيت وراح نتكلم عنها بإذن الله. I will see you tomorrow plans، plans لكن أنتوا متفقين ففي اتفاق بينكم أو إنه سألك Where are you going tomorrow? No, I have no, I, I don't have anything. I will see you tomorrow. I will see you tomorrow. تمام؟ لكن خلينا نقول إنه خلينا نقول بصيغة الـ going مثلا، الـ going يصير فيه احتمالية. احتمالية likely to happen unlikely to happen على حسب. إيش يعني؟ I will أنا سوف أنا سوف يس yes, صحيح جونج موضوعي لو تلاحظ انا حطيت بينهم صحيح عيوش واللي حاله تو هي كلها تستخدم في الفيوتشر يعني انا سوف انا سوف كلها الاثنين اي ويل سي يو تومورو بمعنى انه بينكم اتفاق ام جوينت تو سي يو تومورو على حسب الوضع والله مثلا يقول لك انا يو نو وات تومورو اي ويل سليب اند اي ثينك ام جوينت تو سي يو تومورو فها بين وبين تمام It's used for uncertain things in the future. It could be uh, will or going to uncertain things. Good evening. لأنه زي ما قلنا ال will تنبؤ توقع بمعنى زي الأجواء والأرصدة والشغلات هذه حسب اللي قدامك والقرارات اللي تيجي عندك أنت مقرر متفق عندك قرار معين هتستخدمه وتستخدم فيه will وفي الوعود كمان تستخدم ويل تمام الجوين اللي مو أي أيوة الويل أكيدة الجوين مش أكيدة please <تصفيق> أيوش <تصفيق> so something likely to happen اللي will go into that's for sure but well fixed plan going to well spontaneous yes قرارات أو uh, بالتلقائية قصدك fixed plans yes okay well spontaneous okay one moment fixed plans go into تمام tamam. well spontaneous which is like you mean um, uncertain as uh, you said طيب يقول مستقبل القريب مستقبل البعيد i will have a headache because i have numbers yes i will have a headache i i used four promises requests and offers yes that's which one that's well right that's well right but go into something that you you you're thinking that's gonna be happening or not right تمام مو مؤكده بنفس الدرجه تول yes, يس تمام زي ما يعني زي ما شرحنا وضعنا تمام صح طيب لو جينا مثلا للاجواء او مثلا للحاجات قلنا انه اي سي كلاود تمام اي Well, rain tomorrow. It's going to rain. I think going to comes for something we plan for it. It's going to rain. That's for sure, Nasreen. Because why? I think. it's cloudy so it will it will rain tomorrow not going to rain cause going is here is the thing with going okay Look at this cloud. هل من ترحيب ضحكة أمل؟ رحب يا ستي I think not sure. Uh oh. Why? أتوقع بما أنا go into يعني لما أشوف I see clouds okay I see cloud I think it's going it's going oh it's going sorry so here I see clouds Means means from the thing that you see, I it's going to rain tomorrow. So, something we don't know. It might or might not. But here, okay, not it's when you see the weather is cloudy. I think it's going to run. Yes, okay. And now, let's say. You, yeah, let's say about work. About work. I will work tomorrow. So it's not going. Why? Because it's already fixed. It's fixed here. Fixed. Right? Ghana, yes, that's right. Yeah, it's going yes you're right تمام. Tamam. fix things also like let's say one thing another like um, example for, for forecasting forecasting زي التوقعات مثلاً حقت الأحوال الجوية مثلاً لما نشوف ارقام الاحوال الجويه يقول لك والله مثلا مش مش غائم ما ادري ايش الارقام هذه اللي تطلع لكم في في الاحوال الجويه يقول لك ذا ويذر مثلا will be perfect this week فهو فعلى هو متنبع الارقام او خلينا نقول هو شايف ارقام معينه 45، 44 وكذا اللي نشوفها في في الأحوال الجوية. فعلى هالأرقام هذه وعلى هالإحداثيات يقول لك the weather will be perfect this week. هذا بالنسبة مثلا للتنبؤات والتوقعات. You are going to fall if you don't tie your shoelaces. Yes. فجأة بدون خطة يس yes. تمام I'm fine الحمد لله we are all fine الحمد لله no well don't forget that the verb comes after well infinitive okay it will not you mean الحمد لله مودة بخير الله يسلمك okay طبعا إذا شفتوني رحبت ولا شيء بس بشوف الشاشة وارجع مرة ثانية في الورقة اكتب. حلو. عندنا ال 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 تسوي شغلة تمام تبي تروح لأحد تبي تسافر تبي تسوي شيء مثلا ناوي في نية في بالك انك تسوي الشيء هذا فانت ما انت متأكد ايش تقول مثلا هذا مثال ام going تو read أم أباوت فود مثلا بس متى ما عندك عندك النية تمام عندك النية لكن ما عندك هاي آدم لكن ما عندك الوقت ولا تعرف متى الوقت راح يكون فأنت ناوي في بالك عندك نية إنك تسوي الشيء هذا يعني أسبوع ذا أي يوم ممكن تصير فتقول I'm going to read about the, i read the uh, the book about about food مثلا حلو الكلام مثل ثاني uh, we are مثلا انت وصديقك going to travel but we don't know when يعني متى تمام؟ ارفع الدفتر مش واضح حلو ابشري فلما تجي مثلا انت مخطط على شغله انت وصاحبك بتسووها يعني خلاص انتم مقررين انت تمام لكن نوعا ما ما أنتوا عارفين بيض متى الوقت فتقول we are going to travel but we don't know when ما ندري متى We are yes we are we are uh, this is the like abbreviation of you are, yes we are حلو we are you are so welcome عندك ممكن الاحداث الاحداث مثلا look at this cloud is going to rain هذا اخذناها watch what you are doing you're going to fall over that's good تمام tamam. ال will will going to شبيهة مرة بالمرة لكن الفكرة فيها أنه فيها شيء في قرارات وفي شيء في تنبؤات أرقام قدامك في شيء فيكست أساسي تسوي ما في مجال يعني أو جو أو eat food انتهى I will eat food مثلا لكن I'm going to eat food مثلا but I don't know when هذه مثلا نيتك تاكل بس ما تدري متى اوكي لكن I will I will go eat food هذا خاص ما فيها كلام انا الان جيعان يعني ولازم اروح اكل لو ما اكلت راح باي باي انتهي حلو الكلام طيب ايش مثلا في بالنا امثله كثيره عندنا كثير امثله اوكي مثلا بالنسبه للجوينج ام جوينج تو باي سوري باي شوفوا الكلام اوكي نيو كار هلو كار سوري مو سؤال I'm going, I'm going to buy a new car. متى؟ What are you doing? I will probably watch TV. You don't have an exact plan. ممتاز ممتاز. I'm going to buy a new car. ما, ما, ما ندري متى. لكن he will go to America next week. الله. When ان شاء الله؟ Not next week ان شاء الله. ان شاء الله ان جون uh, باذن الله تعالى. تمام. عندنا كمان For going. we are going to cook dinner tonight. And I had that. You already made your mind to buy your car going to yes. I am going to buy a new car. Made my plan. هذه أمثلة تمام وراح ناخذ برضو على الول. عشان نشوف فرقها بالضبط لازم بس نحط حاجات تمام. في عندنا مثال تاني يقول لك Look at those شوفوا كويس those clouds هذا قلناها it's going to rain خلاص شوف Look at this clouds هذا السبب. its going to rain soon طيب ليش ما نحط هالسؤال ليش ما نسوي هالسؤال ايش رايكم كيف نقولها are we going to cook Are we going to cook dinner tonight? Oh, Zoom. I will buy a new car. You don't know when or what is the model, but the idea is there. Yes, the idea is the أترجم؟ ما هذه أبغى أترجم الله يسعدك يا زوم طيب ما في ولا يهمك بس الفكرة مو في الترجمة الفكرة في القاعدة الفكرة في القاعدة نفسها تمام طيب ما قلنا السؤال خلينا نكتب السؤال عشان نقلب الصفحة وناخذ برضه أمثلة ثانية تمام؟ Are we are we going to cook dinner tonight واضح؟ تمام؟ طبعا عشان اكسب الصفحات اقلب واكتب بس شاء الله واضح ما في مشكله عندنا مثلا العفو عندنا مثلا الاحداث اليوميه مثلا متى تبث هي من 8 ل 9 عهود اوكي مثلا وات ار you going to where um tonight what are you going to wear tonight yes we are <laughs> what are you going to wear tonight for the um الزواج the marriage party or something راح نجي نعطيكم هذه كلها going الان بنعطيكم ول عشان نفرق نحن كل هذه بنقولها في بالنا خطط وحاجات شيء مخططين لها لكن ما ندري متى حلو I'm going to wear the new dress ممتاز I am this is the answer ها نسرين answer I'm going to wear او نو اي ام جوين سوري ام جوين تو وير ذن وات ار يو جوين تو وير تو نايت ام جوين تو وير ذا نيو دريس خطي واضح يا جماعه الخير بعدين لما ترجعوا ولا اي كلام يلا اوكي جود 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 شكرا الله يعطيكم العافيه من نفس الفصيل تمام حنسال مثلا اسال مثلًا أختي أو أخوي أو صديقي إز جيم going to طبعًا تو هنا يعني أيضًا تمام إز جيم going to ولا امم mm -hmm. is going to the party too ممكن اوكي okay. is jim going to the party Two. أيضا وات will you wear tonight? I don't know I will wear any dress خطة غير مدروسة Yes غطينا تمام جوين يعني اخذنا كم جمله عليها ما شاء الله نشوف الول ايش عندها الول تمام عندنا مثلا قاعد افكر لكم طيب You look frozen I will for sure تمام tamam. make you some hot tea حلو؟ I will help you with it. آه ah. you mean would you like to come؟ so لي سكيب استاذ، لا والله ما سويت لك والله ما ما اشوف الشاشة. نسرين would you like to come as a guest should I invite you so you can talk about it if you would like I don't mind صحيح ولا غلط I'm going to wear jeans صحيحة هلا نوفا I'm going to wear jeans yeah why not استاذ اي صفر صفر <applause> no problem عوافي <applause> والله معليش يا عبوي ترى ما مو عيني طول وقت على الشاشه يعني لو تلاحظ انا اصلا كنت اكتب I will clean my room yes okay شوف يا ميمي انت لما قلتي I'm going to wear I'm going to طبعا wear jeans صحيحة بس يعتمد على السؤال هو سألك مثلا أو هي سألتك are you what are you going to wear tonight؟ قلتي I'm going to wear jeans تمام معناها خلاص مدروس الأمور تمام لكن لو قال لك will you will you will you wear your jeans tonight ما تقول no I don't know مثلا I will wear my dress ولا شيء زي كذا I'm tired I will rest a bit today at home Yes, I'm tired. I will rest a bit today at home. That's a good one too. Yes. ولا همك I will see you tomorrow. See me tomorrow, بدري. إن شاء الله بإذن الله، ثلاثة، we have a class. But if you said tomorrow, you will see me after tomorrow, no, I'm not gonna be available. I'm just gonna like, you know. حلو. حلو. خلينا ناخذ جملة ثانية تقول: I Will be there uh, by 8, by 9 p.m. Don't worry. هذا <laughs> بيأكد Thank you for teaching. Thank you. Uh, you are so welcome. Thank you. Will you be, will you, will, um, I will be there. I will be there. by 9 don't worry بيأكل له معلومة وبيقول له will you be there at what time مثلا or will you be there at like 8 or 9 فبيأكل له المعلومة يقول له yes I will be there by 9 طبعا الموعد هناك 100 100 ما شاء الله تبارك الله اسألوا مجرب طيب أنا بسأل هنا مو أسأل أقول لكم الجملة دي أقول لكم صح ولا غلط. This اوكي okay. I like this dress and I'm sure you are Going to? Well, I will write a lesson tomorrow. That's good. Hello, Brinad. I like this dress, and I'm sure you're going to or well. Why do you say Nasreen going to? Why not well? Going to, mm -hmm. because it's prediction, right? So nobody knows, right? But if it's prediction, means it will be a bit. It will be well, right? It will be well because you said for sure. Oh, okay, not nice. okay. Live for sure. <laughs> Live for sure. I'm sorry. Okay. How about if I said I like this dress, and I'm sure. Yes, I'm sure. I know I'm sure yes I'm sure because yeah it's going to be going to that's right that's right 100% yes I'm sure that's one thank you how about if I just said I like this food you go you are going to go you are oh, أحوه الدنيا you are going to or well I think you will like it okay yes I like this food you will like it thank you جاوبت بدالنا إيه yes No it's well So this one because I'm sure Is going to be I'm going to But without nothing Without something like just like Asking I like this food You will like it Here You will like it So there is no no sure for it No like I'm not pretty sure Which is gonna be make it Exactly what I want you are yes not you is <applause> you is <applause> نص عربي نص انجليزي عشان نفهم هو بالعكس يا ريلان هو كله عربي وانجليزي الان هذا ترى في عربي وفي انجليزي بس اللي اقولها الجمله هذه بالانجليزي اي لايك ذس فود يو ويل لايك ات يعني انا حبيت هالاكل او انا الاكل ذا كويس بالنسبه لي ف راح تحبه هذه هنا قلنا لا اي لايك ذس دريس and I'm sure فكلمة I'm sure انعدت في المعنى خالتها قالت I'm sure you're going to like it بقرا قاعد تكلم عربي كثير لسه ما شفتوا شيء والله اي نعم نعم لازم قاعد تكلم عربي كثير <applause> do we need to form sentences I don't need no we just oh we have we have now like um, let's say والله ما ادري صغيره لكن بنحاول نحلها سوا تمام. will be going to. شكرا نسرين. عندنا هذه ان شاء الله انكم شايفين حنبدا شوي شوي. أنا مستغرب الوقت راح مره. future tense يبا. Yeah, it's better to go with only English. sometimes with actually Zaku uh, with actually grammar because we are teaching from or we are helping from the zero thing it has to be mixed. so they need to know the rule first they need to know the rule right other than that it's going to be crazy you're not going to be understanding anything I don't, I, and it's not going to be okay Taib, okay. uh instructions you hello can we say adaptability can you say adaptability yeah what's what do you what do you mean adaptability yeah What do you want with this word? Am um, is are going to a plus verb. Am um, is are going to yes teacher. Good. Will be going to. Will to make decisions that made at time of speaking. معنى ال will راح تساعدنا لا sorry راح تستخدم في حال انه كانت القرارات او القرار هنا at the same time تمام at the same at the time of speaking ونحن الان نتكلم oh I will go bring some food تمام انت الان كذا على طول بعدين to والله حتى انا مشكله to stare a face about the future to stare to state to state a face about the future وعندك حاجه للمستقبل كمان، فانت عندك هنا القرارات اللي قررتها في نفس الوقت، انت قاعد كذا بس على الكاريك طفشان يلا والله انا بروح المطعم بروح اجيب اكل مثلا. والاشياء المستقبليه هنا زي ما قال لك انا واضح to make promises الوعود عشان تسوي وعود توعد احد. to make predictions توقعات with words like I think I guess I hope probably and possibly كلمات هذه أي كلمة تشوفها I think I guess أنا أعتقد أنا يعني أأمل أو أتمنى probably في احتمالية و يعني يمكن إي ويمكن لا مع هذه تروح ول فنحن بنقرأ دحين نقرأ الجملة كويس راح نقرأ الجملة ونفهم منها هل هي فيها الشغلات هذه ولا راح ننتقل للgoing to Not sure, yes, possibly, likely, not sure. That's why you mean نسرين. حلو. be going to a future event that has been planned before the time of speaking. اي حاجة أنت عندك في المستقبل راح تسويها بس مو في اللحظة أنت فكرت فيها زي هذه وليدة اللحظة، هذه مش وليدة اللحظة، هذه فكرت فيها من قبل فأنت راح تسويها خاص أنك مخطط راح تسويها فتتكلم عنها. انه اتس شور sure. تمام؟ to make future predictions based on a facts evidence. حلو؟ اللي هو يعني يصير عندك توقعات مستقبليه لكن في عندك دليل حتمي واقعي يعني يبين لك آه كيف تستخدم going to يعني سفر بعد شهر يس. وضحت الأمور تمام بناء على حقائق ودلائل تمام بناء على حقائق ودلائل كما قالت الأخت نسرين هل تودين ذلك هل تودين أن أكتبها هنا ما شاء الله <applause> الله يسعدك إن شاء الله هذه لغة عربية فصحى جميلة الله يسعدك حلوين فهمتوا يا ميمي و, و... تمام خاد اختبار ستيب بكره وما اعرف شيء يا حبيبي والله ما يعني ما نحول يعني الستيب والله ما يعني حول الاستب صوتي واضح ان شاء الله باذن الله تعالى راح اجيكم قريب ان شاء الله صوتي اوضح من كذا ان شاء الله اوضح كذا حاجه حلوه قولوا يا رب بس يا رب ان شاء الله تزبط معايا آه، سوي الدعاء يا صديقي والله سوي الدعاء يا رب بكره أه عاد بكره الله يعطيكم العافيه طيب fill in the blanks with the words into brackets using will or be or be going to fill the blanks with the words into brackets using will or be going to. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. My brother 45 in October. إيش نستخدم؟ هل بي أعطانا هنا بي؟ بي بمعنى أنتم عارفين أن verb to be it could be anything لكن إيش نقول إيش نقول؟ الله يوفقك إي والله. why will be will be going to مارو mm, thats good be going mm, I will one will going hmm is going will be starting a fact stating a fact هنا هنا شوفوها state a fact about the future state a fact about the future معناها إيش thank you so we will put أستخدم الأخضر ولا الأحمر إيش تبغوا ولا الأزرق كيف ايش رايكم بايد قلم نستخدم, نستخدم نستخدم الاخضر سالتكم بج... <applause> وجاوبت بنفسي طيب ويل نو ويل بي ات جست ويل نو ويل بي ويل بي 45 ان اكتوبر ماي براذر ويل بي 45 ان اكتوبر طيب The phone is ringing. And I am in the shower. The phone is ringing. And am I am in the shower? Don't worry. Make a mark for you. Mark. Ah, uh, don't worry, Mark. Sorry. Don't worry, Mark. a But then I going for you. Going? What's going? I for you. Sorry. Yes, I will. Well, I'm going to Hineshofu to make decisions that are Make in the time of the speaking. معناها ايش؟ Well don't worry Mark I will answer for you كل شيء حصل الان تو درنا التليفون تمام معناها I will حلوين وتين لاس لا لانه الجوينت تو عندنا شرطين تتحقق طيب نحن قلنا الجوينج إيش؟ future event that planned before the time of speaking أنت اليوم تتكلم الجوينج تيجي مع حاجة أنت قلت سنيتها من أول سنيتها خلصت منها تمام؟ الحقيقة الثانية to make future prediction based on a facts or events برضو في حاجة أنك أنت سويت زو... يعني future حاجات مو مو دحين future لكن هذا إيش تحقق فيه هذا حيتحقق فيه شرط واحد اللي هو انك انت سويت حاجة قررت تسوي حاجة of the time of speaking في الوقت الحالي انت قررت تسوي I will ما حتكون going to مم. سب ما شرحنا بالعربي إنها قاعدين نشرح بالعربي طول الوقت يا عيوش ولا لا صح؟ تمام جيمس جونز جيمس جونز ها probably become next probably probably معناها ايش؟ وقلنا وين probably؟ اللي قلناها هنا شفتي ويل words ها Words with words like I think, guess, hope, probably, and possibly. شوف كلمة probably. ولا تفكر تروح الأول على طول. تمام على Probably become the next. حاول اصغر خطي ماش ما اعرف اكتب بخط صغير سبحان الله معليش الص <applause> <am> <applause> ايوه على طول يعني ولع الصفيرة <applause> <applause> تروح على ولع على طول يعني بدون صفيرة تروح جو انتو اوكي مام از ان ان هذه تشوف من الكلمات اللي فيها شغلتين ان امبلويد ان امبلويد يعني مش موظفه but she not apply for that job because it's well-paid تمام فيها not فيها نفي وفيها apply for that job because it isn't well-paid إيش حنقول؟ طيب، إيش الشرط اللي تحقق هنا؟ إيش الشرط اللي تحقق عشان نراجع مع ذي؟ هذا ضروري تمام؟ الشرط قال مام إز أن أمبلويد، هي أوريدي ما هي موظفة. تمام؟ But she is معناها هي الموضوع عرفته من أول، وفي واحد جاء سأل في النص، معناها هنا شوفها ها، زي اللي هو future prediction based on facts and events. تمام؟ في حقائق واضحة انه هذا الشغل اللي هي رايحت له it isn't well paid معناها هي عندها خبر من قبل انه هذول ما يدفعوا زين فما راح تتوظف عندهم او انه خلاص انها تركت العمل عندهم فنقول my mom but she طبعا she singular is not going For that job because it isn't well paid. She is not going to apply. Tamam. She is not going to apply. She is not going to apply. to Going to for sure. To apply. Shukran Shukran Nisreen. Is not going to apply. Shukran. Okay. I am so excited. We. To a bigger house next month. ممم حقيقة يعني إيش فاكت في المستقبل محدد موعده قبل الآن نحن بنتكلم شيء صار من شهر ونحن بنتكلم إنه بعد شهر راح يصير يعني مو وليدة اللحظة حاجة سايرة من أول نتول نت هيفا نت no حاجة هنا هي make future predictions based on a fact event, evidence عندنا سوري دفيت الجوال المسكين, evidence عندنا حقيقة ان نحن راح ننقل الشهر الجاي معناها حقيقة معناها ايش؟ حقيقة معناها في ارقام معينة في دلائل بتورينا انه نحن رايحين انتهى الموضوع we are going to Move. Mylish has thought. But my alhamdulillah, planned event. Yes, planned event. My parents be very proud. I have passed all the exams. My parents very proud. I have passed all the exams. متى سار ال proud parents بعد ما عرفوا النتيجة الآن صح؟ دحين الحين عرفوا النتيجة his parents وعرفوا إنه كل شيء تمام الآن قرروا القرار إيش قلنا؟ help others to reach the this live be sharing يا حبيبي الله يسعدك thank you very much sorry thank you thank you so much just by itself يعني ما ما كذا طلعت وخلصنا معليش <applause> يعني المهم Okay, my parents will be very proud, will be very proud, will be very proud I have passed all the exams. The mom are going to know. No. My parents will be very proud I have passed all the exams. Hello. I think my sister. Pass the exam she has studied very hard so far. الله، يعني في شيء بس بي خلاص هو كاتب ما فهمت الـ plans. will be احنا نكتب بس خلاص هو اه oh, he is predicting his parents yes reaction شكراً شكراً not based on events. صحيح. يعني شوف يا بلانز واللي موجودين. الان هو راح اخذ النتيجة عشان تكون الامور واضحة هو اخذ النتيجة ففي باله انه اهله راح يفرحوا بالنتيجة اللي تو الحين اخذها الان الان تمام بك بشكل بسيط يعني فايش تكون going to move going to move سوري will be سوري will be very proud الان will be very proud اللي هي قلنا الشرط اللي هنا انه في بريدكشنز في توقعات لكن وليده اللحظه وليده اللحظه الان الان صارت جسر رايت ناو الان فكرت فيها الان صارت يلا بسم الله دوس يا معلم بس حلو الكلام واضح بلانز يعني اكتب على طول بي يفهمك بس اقول هم كاتبيني ناس الستب أوه oh. أم um, والله ما أدري إذا بيجي ويل وي جوينج فيست حيصير شيء مرة أتوقع أعلى من كذا يعني أعلى من هالشغلات ما هو بس ويل وي جوينج حتكون شوية قلق طيب I think my sister the exam she has studied very hard إيش نكتب هذه في رقم سبعة إيش رأيكم؟ ايش رايكم؟ حلو. أه والله ان شاء الله المرة الجاية اجيب لكم هايلايت، ما ادري انا عندي هايلايت ولا لا؟ يا رب القى ثواني. إن لقيت خير وبركة، ما لقيت المرة الجاية عشان اي أيوة والله في هايلايت. نرجع نقول انه كلمة اي ثينك هنا، شوفوا زي بروبلي هنا. من جات، وبعدين هنا كمان، أم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فين الكلمة بسم الله؟ اي I ثينك think. I think. ايوه اي ثينك تمام اي هنا موجوده اي قلنا اي كلمه تجي ثينك وجس وهوب وبروبابلي وباسبلي تجي اي ثينك بروبابلي على طول انت لا, ترك... لا ت... لا, لا لا يعني مره لا تفكر كثير تروح مباشره اي ثينك ماي سيستر ويل باس ذا اكزام حلو الكلام not will be لا 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 وش بالبي؟ البي هذه ترى معناها فعل مو شرط انه بي يكون مره بي لا على حسب الفعل لنا بي نحطينا عشان في فعل نبي لكن هنا باس في باس في هنا البي will بي لانه مذكورة اعطانا هو الفعل لو اعطانا غير البي حطيناه هنا move فحسب الفعل موف هنا not apply هذا الفعل apply هنا الفعل اعطانا become حلو هنا الفعل اعطانا answer هنا الفعل اعطانا again بي فراح نكمل ان شاء الله والامور راح تصير تمام باذن الله، حلو الكلام؟ حلو الكلام، طيب I take the kids to the mountains this winter. هذا قدام، هذا قاعد يقول this winter، ايش رايكم؟ ايش الاجابه هنا؟ ثمانية future event that has been planned before the time of speaking. imam will take or is it going to what do you think i the kids to the mountains this winter hmm should go into محيرة صح؟ قبل will لكن لماذا لم تكتب probably وين هذا؟ طيب هو oh. oh. probably James probably و uh, أو oh. will probably سوري بسيطة ولا يهمك will probably become the next uh, president hmm going to I will take the kids to the mountain this winter. I am going to take the kids to the mountain this winter. والله تحير بالنسبة لي. لكن ما تحير ولا شيء. أنا بقاعد أشوف ما شاء الله الجبل تقول لا going to، أوكي، okay. I am going to take the kids to the mountain ليش؟ لأنه زي ما قلنا الشرط الأول تحقق going to I'm going to take the kids to the mountain this winter إيش الشرط اللي تحقق هنا؟ Lihua future event that has been planned before the time of speaking. Wallah no no facts in there. No facts. There isn't any milk left in the fridge. I know I the shopping this afternoon. طيب معناها انه هنا الحقيقة الواضحة there isn't any milk left in the fridge ما فيش ولا حليب في التلاجة تمام يعني ما عندنا حليب طبعا الحليب non countable isn't any milk left in the fridge معناها هذا الشور هذا الشيء لازم يصير فأنا رايحة متى رايحة افترنون معناها مستقبل قريب بغض النظر قريب ولا مو قريب بس هي حقيقه واضحه على الدلائل عندنا فاكس ايفيدنس انه مدام ما في ملك انا معناها لازم اروح سو اي نو اي ام جوينج تو دو شوب ذا شوبينج ذيس اكيد مشكله يمكن في اطفال في ناس ما تشرب الا حليب الموضوع عن عن ويل و go into طيب ما شاء الله بقى 4 دقايق والله راح الوقت يلا مو مشكلة نخلصها بعدين نمشي there isn't any ايش سويت انا؟ اه I am going to take there is any milk I know I'm going to do shopping okay there isn't any milk left in the fridge oh sorry use some juice instead الآن نفس العبارة ندخل نفس العبارة بس هنا قال شوبينج لكنه قال أنا ماني رايح لكن هذا قرار سريع الآن صار إنه في اللحظة في اللحظة فإيش نقول في عشرة يا شباب أو يا بنات أو يا اللي موجود شكرا عيوش، دحين وضحت الامور دحين ما شاء الله عيوش تمام ما شاء الله، ما شاء الله بلينداد ما يحتاج هذول ما شاء الله الكبار حقيننا. أو oh, سوري I will give you some juice instead. ما راح لا اشتري حليب ولا راح شوبينج ولا ما شوبينج انا راح اعطيك الان عصير وفكنا من شرك. <تصفيق> <تصفيق> لا بس كذا بس مزحه يعني. الله يعطيكم الصحه والعافيه ما شاء الله نسرين وب... يعني وطبعا لا تروح تزعل علينا كمان عيوش يسعد قلبك ونسرين عاد ما شاء الله ما يحتاج تمام لا والله ماني معصب لا والله <applause> بس كذا يعني مع الكلام يعني مع الكلام ماريا تمام يا سلام اهلا وسهلا الله يسعدكم يا رب طيب 11 لوك at the clouds نفس شرحنا اللي قبل نفس شرحنا اللي قبل انه في حقائق وفي ايفيدنس وفي دلائل على هذه الجوينت تو طبعا ارتفعت الورقه معليش تمام في حقائق ودلائل الله يسعدكم يا رب ناس وناس تمدح والله مو كذا والله بس صراحة والله والله هم اللي قايمين بالبث يعني سبحان الله عشان يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله الناس دي ما شاء الله تبارك الله والله ما هم, هم مقصرين يعني الله يعطيهم الصحة والعافية وبفطرتهم أصلا هم ما شاء الله يعلموا يعني الله يعطيهم العافية ما يقصروا Look at the clouds حقائق It you should uh, it, it blank rain you should take an umbrella ما هي الأمبريلا عشان لا تزعل مننا براند ولا هي غفران امبريلا شنو الأمبريلا يا غفران؟ اكيد كلكم تعرفوها اماني شمس امبريلا يا سلام شكرا بس انه حبيت يعني شكرا لانك حطيتي علامه ال العلامة يس ذاتس جود تو الصور حلو أحلى الصور أحلى يس yes, الصور دائما أحلى أي أوكي قلنا 11 look at the clouds it is ولا will عشان أكمل ها آه. من يجاوبنا it is going to rain rain you should take an umbrella you should حتى هنا ينصح ترى should في ناس ممكن يقول يو ماست يمكن المطر يكون قوي ولا شيء بس should must نحن ناخذها بعدين باذن الله هذه نسرين من الاشياء اللي نحتاج نسويها برضو should والمست وباذن الله زي ما قالوا الاني والصم برضه حيكون في درس ممكن يكون بكره ف نشوف يوم ان شاء الله باذن الله نحطها وهي ما تجي الا بالكذا بال 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 ما تجي الا بالشروحات زي كذا يصير يبين عندك شيء ما شرحته او شيء فتقولوا ان شاء الله should Sometimes show advice yes يس yes. should Sometimes show advice that's right but somebody they don't need advice they, you have to hit him so bad to tell them yeah you have to do this that's it متى يبدأ من 8 ل 9 اصلا قربنا نقفل تسعة او تسعة خلصت بس مو مشكلة حنكمل العشرين دول بعدين نمشي there is knock at the door there is knock at the door معناه هذا وليد اللحظة صح مدام وليد اللحظة ايش حيصير اللي هو the scene that made at the time of speaking time of speaking الآن there is knock at the door that Be the postman that, yes, salam, Allah will be the postman. The postman, hello, boys. Oh, sorry, um, yeah, 13. Boys, be boys. This is fact, right? What should we say here? Boys will. Oh. هذا ايش نقول عنا 13؟ ممكن أحد يقول لنا؟ الحمد لله I'm بو boy anymore خلاص. Boys will be boys. يعني كيف كيف نقول will be boys؟ لايك أنت أصلاً قلتها في نفس اللحظة أها أه لا في نفس اللحظة أنت قلتها لسبب يعني أنت قلتها لحاجة صارت مثلا خلينا نقول أنه الولد هذا بيطشر موي ولا بيكبكب ولا بيسوي ولا بيحدث وأنت تطالع فيه تقول له بويز ويل بي بويز يعني ولا جيرلز ويل بي جيرلز يعني نفس طبعهم نفس شغلهم نفس ما يروحوا ولا مكان ولا يسوي حاجة طيب When the cat is away When the cat is away The mice من يقول لي مفرد مايس ولا ايش هو مايس؟ Will somebody help, please? What is mice? When the cat is away, the mice. Mouse, شكرا. Yes. بس الماوس جمع ترى. شوف الفرق الماوس والمايس ترى جمع اوكي؟ المايس فئران وليس فأر واحد. انها الفئران احذروا الفئران Mice is irregular, parole. صح. تمام. Tamam. When the cat is away, the mice will play. تمام. Tamam. 15. Oh, ما شاء الله. So we have another 12 minutes إن شاء الله to 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 wrap up everything, guys. إن شاء الله بإذن الله. تمام. Tamam. I am not feeling well. I am not feeling well معناها ايش ده هذا الحين تو حاصل معاه صح يعني مو من امس ولا يمكن من امس ما كيف نقول I am faint faint يعني ايش faint او اعطونا مرادف لفينت بليز Another easier please losing consciousness. Uh, 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 okay. Tired maybe. Mm. Uh, another another easier one, please. Being unconscious. Mm, okay. Tamam, Halloween. <laughs> Taib, I am not feeling well. What should I say here? So faint, I could say fall maybe. Easy, 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 easy one. Habrina or Nasreen. I'm going to faint, yes. I am going to. فول نو، no. so give me not this one. I want easy easy like a so easy cinnamon, a synonym. How can we say it like somebody starting to know English faint is okay. So faint like يترنح. استغفر الله. Now is medical. Term. Oh no. You <laughs> يفقد الوعي faint يسقط fall. I know I know I know. يفقد الوعي. طيب نحن ايش بنقول القصد يا يعني نشرين؟ السقوط من حاجة يا يعني تكعبل تدردب تمام أو حاجة صار لي يعني دزي ميبي يس yes. معناها إنه صار شيء معاه ويبغى يطيح وهذا كل الفكرة faint is falling down and losing constant yes that's what I said faint like easy fall because of something like falling because of something yes دايخ yes good تمام حلوة Can we use this one asreem because mashallah low low blood pressure? Thank you, teacher. Thank you, doctor. Thank you, Dr. Breena. Mashallah. You're bringing you bringing medical terms here. <laughs> going crazy. We're going crazy. Because of Breena. Type. Sixteen. It's eleven PM. I think I to bed now. It's eleven. I think I 16. And that from Dr. Sam. Oh, the, the one I saw with Mashallah Tabarakallah. Yes. I will go. Are you sure? I, I will go, yes. I thought I will go. I'm going. Yes, I will. Good. I will. والله الورقة دي صغيرة المرة الجاية بنشوف لها حل نكبرها ونكبر هالكلمات بس انتو شايفين صح؟ أهم شي شايفين طبعا انتو ما جابتوا بس أنا أوكي قلت شايفين وخلاص <تصفيق> <تصفيق> كل شيء <جي> بالقوة <applause> والله لا مو دخت من الأسئلة اللي معايا اللي داخو انا ممكن اجلس اقعد اطالع فيها واحلل فيها بالعكس حلو تحليلها لكن اللي معايا داخل لكن بسيطه العمليه ان شاء الله خليهم يدوق اليوم وبكره ان شاء الله يصيروا تمام 17 she meet them at 6 pm 17 i make future prediction based on facts يا yes, سلام she is going to meet them at 6 pm 19 there oh 18 that be the book you are looking for that be the book you are looking for this is number 18 الله يعطيهم الصحة والعافية لا تنسي لا تنسي برينا معاهم برضه يا ريلان Will be fact, not sure also. Okay. So 18 is the book you are looking for. She comes, she's not sure. Yes, in between. So that will be the, be the book you are looking for. That will be the book you are looking for. So she's not sure about it. when she give it to her. 19. There a girl. There a girl. Before we move on, what's girl? ليه بس يا عبود ليه بالعكس انت اللي محرك البحث كله افع عليك بس انت اللي مزبط المزبيط ما قصرت 19

Girl means storm. Allah. Storm Easy one. Mafi, في... there is no easier than a storm, right? <laughs> <laughs> you just kick it. <laughs> 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 <mushriya>, والله أنا بس. طيب, <tayb> Girl, golden storm. Okay. So depend. Or numbers or something. She said that. Or what we should say. Well or going to. Huh. Because there is. Okay. There is. Going. To. Be a girl. Be. Yes. Ma maro. Ma, oh, mashallah, because he said the evidence, mashaallah because is, the question you mean, it could be R. there is going to be a girl going to Amani Shukran, yes, yes, that's correct. لا لا ان شاء الله ما حد يشرع الثانية ابد كله من باب الدراسة. سترونج strong wind شكرا ذاتس ا جود وان تمام الله مارو برافو يا سلام stating a fact fact yes 100% which is here. Oh it's here كمل يلا سم خاص اخر شيء خلاص we have 4 minutes اقول اخر شيء وأودعكم على طول باذن الله وبكره يا يعني راجت هذه يبغى لها مراجعة هذه مرة مرة يبغى لها مراجعة طيب 20 سالي is a big girl now we buy her a scooter a scooter سالي is a big girl now we okay so maro means prediction now just now oh are going to buy no here I feel like because Sal is big girl, they just pretend, think now, well, by not a specific time. Well, by, that's right. So it's here, future evidence that has been planned before the time is no, sorry, to make decisions that are made in the same time of speaking. They're talking that, oh, she get big, she get big or what? MashaAllah big girl. I hope it's not the big that in my mind, like big, big. Maybe she, they mean just getting like younger or something. So big means like an age, not big in body. Okay, Sally is a big girl now. We will buy her a scooter. We will buy her a scooter. وكذا خلصنا. ما حدد وقت اللي شراء السكوتر. يا yeah, ما حددوا. متى الله أعلم. She's big and that's it. how 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 big nobody knows maybe six maybe nine maybe this is the time of quarter buying or maybe four صحيح will buy good تمام tamam. درس اليوم كان طويل لانه مو سهل للامانه آه قلق مع الوقت يبغى له شويه عصرة مخ في تاني بس ما خلوه نخليه نخليه مراجعه الاسبوع الجاي نقول اخذنا كذا كذا وراح ناخذها هذه هي بس اوريكم اياها كذا بسرعه ها هذا في التمرين الثاني توقعت انه نخلصه بسرعه ونطب في الثاني بس لا مش حينفع مش حينفع تمام جيت بس خلص الدرس اي والله يا اسره معليش انا اسف في اليوتيوب قناته بالبايو صحيح هذا الدرس راح ينزل على اليوتيوب ان شاء الله على الصباح بكره فتشوفوه باذن الله تعالى اي هاف ا جريت وان هاف ا جريت يوتيوب هات يوتيوب ما شاء الله تبارك الله الله يعطيكم الصحه والعافيه بارك الله فيكم طولنا عليكم انا اسف لكن ان شاء الله باذن الله الامور تمام الله يسلمك من كل شر آه ما في مشكله اليوتيوب 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 كمل الأغنية ما في ما في بس صفقت كذا على خفيف والله ما في اغنيه آه شكرا لكم جميعا شكرا للثلاثه لل... توب ما تقصروا بدون ما اذكر أسمائهم عشان لا حد يفكر في مستوى اوكي في اي مستوى شكرا مسيوسرا ثانك يو في اي مستوى المبتدا ولا المتوسط ويل جو ان تو بتدخل في حاجات ثانيه لكن ام فاين اتس فاين اليوتيوب اليوتيوب الحلقه هذه اللي ما لحق علينا او جاء متاخر <applause> اليوتيوب باذن الله تعالى <تصفيق> <تصفيق> لا ما في تحسس ان شاء الله كلنا اخوان وحبايب والامور طيبه باذن الله تعالى واذا سامحوني اذا طلع مني غلط ولا شيء فمسموح ان شاء الله باذن الله وكلكم مسموحين والله يعطيكم الصحه والعافيه بارك الله فيكم ويومكم ان شاء الله اجمل من الساعه يا صوركم كمبرينا من 8 الى 9 والله فيهم ما شاء الله تبارك الله المساعدين قبل الشطار اللي بيساعدوا ويجاوبوا وبيحكوا عني وما شاء الله تبارك شكرا شكرا مس عيوش شكرا مس نسرين، ثانك يو مس برينة، ثانك يو عبود، ثانك يو everybody. We're here and it's now 15، I gotta go and I'll ان شاء الله we're gonna come back tomorrow for for ان شاء الله for um, اه بدت تبكي الصغيرة خليني اشرد اشوفها. For ان شاء الله تعالى we said must and should, I think must and should. Yeah. اي just gonna have it here. must and should الله يعطيكم العافية. إي أيوة والله يلا سلام عليكم مع السلامة تصبحوا على خير وأحلامكم فوق السعادة إن شاء الله. باي باي إي أيوة والله إي أيوة والله هي صغيرة مع السلامة تدري وقتي بشرد.